احنا كخريجات فنون جميله نفتح مرسم شغف ومن نتاجه يطلع لوحات لحتى نستقطب الموهوبين ونورجي المجتمع انه يعني لو كان طفل صغير وبشخبط شخبطه فهو قادر انه يمارس الفن ليفرغ طاقته ليشع بطاقه ايجابيه احسن من انه يفرغها باشياء ثانيه. والحمد لله يعني تطورنا وصرنا نستقطب مو بس اطفال مراهقين، صار يجي عندنا كمان طلاب فنون جميله ندرسهم، يعني الحمد لله قدرنا ناثر بشكل كثير منيح وواسع. بعدين حبينا انه نتوج لهم انتاجاتهم بهذا المعرض اللي هو الفن للجميع. الهدف كان هو تنميه مهارات الطفل بطريقه منظمه، انه كل طفل هو مبدع بجواته، فكان فريق شغف قام بهالمبادره هي انه يستوعب الاطفال، يتبنى فكرهم، ينمي لهم اياه بطريقه اكاديميه اكثر، انه كل طفل جواته مثل ما حكيت لك اول، هو كل طفل هو مبدع بالفطره، ولكن لما بيكون بموجه بطريقه اكاديميه بنقدر يوصل لنتاج لموهبه ويطورها بشكل اكبر. شغف صار بشكل عام هو حلم طالب، هو حلم كل طالب فنون بعد التخرج. جمعنا حالنا كفريق من كل حدا من اختصاص حتى قدرنا نكون هذا اللي اسمه شغف. كثير حبوا الاولاد، كثير انتجوا منه بعد انتاج كامل من فتره سنه. سوينا هذا المعرض، عملنا كثير ايفنتات قبل بس ما كان في معارض. سوينا معارض خاصه بقلب المرسم فوق وشاركنا فيه. هذا المعرض سويناه لثلاث فئات عمريه، اطفال، يافعين، ونحن كفنانين حبينا نشارك معهم مشان ما نورجيهم انه هن دون عنا.